الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع تحت عنوان مناهج البحث العلمي الدرس الأول في الريسيرش ميثودولوجي أو مناهج البحث العلمي، لكنه المقدمة، هو مقدمة لمناهج البحث العلمي. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. قد يكون نشاط البحث العلمي من أهم ما قام به ويقوم به وسيقوم به البشر منذ فجر التاريخ وحتى آمات طويلة في المستقبل، إلى أن يأتي الله بأمره، باعتبار البحث العلمي غريزة مبنية في جوانية الإنسان. عنده حب استطلاع، يريد أن يتطور، يريد أن يستكشف، وهكذا. معنى منهج البحث العلمي: يعرف البحث العلمي بأنه محاولة عقلية جادة للإجابة على أسئلة فكرية وعملية بواسطة تطبيق الأساليب العلمية. ويعرفه العالمان ريدمان وموري بأنه جهد منظم في سبيل كسب معرفة جديدة، أو كما قال باللغة الإنجليزية systematized effort to gain new knowledge. يضاف إلى ذلك بأن البحث العلمي عبارة عن سيرورة، المقصود بالسيرورة هو شيء مستمر، سيرورة من جمع وتحليل المعلومات والبيانات في سبيل زيادة إدراكنا وفهمنا للظاهرة تحت الدراسة. الآن الظاهرة تحت الدراسة هي الشيء اللي نبحث به، كأن نقول الناتج المحلي الإجمالي، كأن نقول كمية الإنتاج في مصنع ما، كأن نقول أسعار السلع، وهكذا. ما هو البحث العلمي؟ البحث العلمي هو سيرورة، شيء مستمر للوصول إلى حلول للقضايا والمسائل بعد دراستها وتحليل العوامل والظروف والأحوال المحيطة بعملية اتخاذ القرار. مهم جدا هذه اتخاذ القرار، decision making. سنأتي على تفصيل بعض الأشياء المتعلقة بها بعد قليل. يعمل البحث العلمي على تزويد المديرين، نحن الآن نتحدث عن البحث العلمي في المجال الاجتماعي بالاقتصاد وبالمنشآت الشركات بإدارة الأعمال. فيعمل البحث العلمي على تزويد المديرين صانعو القرار بالمعلومات الضرورية كي يتخذوا القرارات المناسبة. قد تكون المعلومات المزودة إلى صانعي القرار نتاجا لتحليل عميق ومعقد وعملية جمع المعلومات من مصادر موثوقة. هي عملية جمع المعلومات من جمع المعلومات من مصادر موثقة لابد. الآن يهدف البحث العلمي إلى استكشاف الإجابات على مسائل وقضايا معينة بواسطة تطبيق إجراءات علمية عقلية نفكر. ومن هذه الأهداف كسب مزيد من إدراك وفهم الظاهرة تحت الدراسة، الظاهرة الشيء الذي ندرسه الآن، وتحقيق عمق أكثر في معرفة ماهية الظاهرة. ما هي هذه؟ كيف نشأت؟ ما هي مكوناتها؟ يعرف هذا الشكل من البحث تحت مسمى البحث الاستكشافي exploratory، أو البحث الاستنباطي formulative. ثانيا، الوصف الدقيق والصحيح لصفات فرد معين أو مجموعة من الأفراد أو ظاهرة معينة أو موقف معين. إذن الآن البحث يعني يراد منه أن نصف شيء معين، ظاهرة أو شخص أو مجموعة من الأشخاص أو موقف معين، وهذا الشكل يسمى البحث الوصفي descriptive research. هنا exploratory or formulative هو البحث الاستنباطي، هنا البحث الوصفي هي descriptive research. ثالثا، معرفة عدد مرات تكرار حدث ما أو عدد مرات تكرار الحدث والأحداث المتصلة به، وهو ما يسمى البحث التشخيصي diagnostic research. يعني على سبيل المثال أريد أن أبحث ظاهرة حوادث الطرق، فالآن أذهب إلى سجل دائرة تسجيل المركبات، يعني حتى أدقق بعدد المركبات المسجلة، سنواتها، عدد السائقين، عدد المستخدمين للشوارع والطرق السريعة على سبيل المثال. رابعا، اختبار سببية العلاقة بين المتغيرات أو المؤثرات المتصلة بالظاهرة، أو ما يسمى بحث اختبار الفرضيات. على سبيل المثال هنا، إذا ارتفعت أسعار سلعة معينة فإن الكميات المطلوبة منها ستنخفض. طب أريد أن أتحقق، إذا هون في فرضية، الفرضية تقول بأن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى
انخفاض الكميات أو لا لا يؤثر. فهذه الآن hypothesis testing research، هذه سببية مهم جدا أن تذكر من أهداف البحث وأشكاله. هنا تقريبا بحث استكشافي أو استنباطي اللي هو formulative، هنا descriptive research، هنا diagnostic research تشخيصي، هنا وصفي، هنا hypothesis testing. هنا نكمل مظاهر البحث العلمي. يوجه البحث العلمي إلى حل المسائل، ليس هناك بحث علمي من أجل الترف، من أجل البحث فقط، لا، بده حل مشكلة، لابد أن يحل مشكلة، مشكلة يعني مسألة معينة. يتأسس البحث العلمي على خبرات يمكن مشاهدتها أو لمسة experience that tangible أو شواهد تجريبية، مهم جدا. يتطلب البحث العلمي مشاهدات دقيقة ووصف دقيق. قد يتطلب البحث العلمي جمع بيانات جديدة من مصادرها الأولية أو توظيف البيانات المتوافرة سابقا من أجل هدف جديد أو للتأكد ثاني مرة من الاستنتاجات التي وصل إليها الباحث. تتميز إجراءات البحث العلمي بالتصميم الدقيق. الإجراءات كيف أجريت هذا البحث لابد أن أبينه بالتصميم الدقيق. يتطلب البحث العلمي خبرة في البحث وتحليل البيانات والتحقق من مصادرها والقراءة العميقة لأدبيات الموضوع تحت الدراسة. مظاهر البحث العلمي. البحث العلمي نشاط هادف ومنطقي، قد يتطلب توظيف كل اختبار ممكن للبيانات المستخدمة، أريد أن أتحقق من صدقية هذه البيانات المعلومات واختبار الاستنتاجات التي يصل إليها الباحث. لنفترض بأن باحثا ما قد وصل استنتاجات هذه تمس حياته، طب لابد أن نتحقق من هذه استنتاجات حقيقية ولا يعني فاسدة أو يعني غير صحيحة غير صائبة. يهدف البحث العلمي إلى إيجاد حلول لمسائل لم توجد لها أجوبة حتى لحظة القيام بالبحث أو ربما تكرار. يتطلب البحث العلمي شجاعة عقلية في التعمق والتأمل في الظاهرة، المقصود فيها هنا الشجاعة العقلية أي لا حياء في العلم. طرح كل يعني معنى آخر مثل يعني يستتبع ذلك أو ينبني على ذلك أنه طرح كل سؤال ممكن له علاقة بالظاهرة أو المسألة وربما يفيد في التوسع في فهم الظاهرة أكثر من خلال البحث العلمي. طبعا يتطلب البحث العلمي الصبر والتأني، ليس هناك بحثا علميا ينتهي بساعة بنصف ساعة بيوم يومين شهر شهرين. البحث العلمي الجاد قد يستغرق أو وقتا طويلا وسهر وتعب وجهد وما شابه. لابد الآن للباحث من تسجيل وتوثيق إجراءات البحث، كيف قام بالبحث، توثيقه تسجل وتوثق بحذر ودراية، وتوثق نتائج البحث بدقة ووضوح لا لبس فيه. الآن العلم ومناهج البحث فيه. يعرف العلم بأنه كتلة منظمة organized body ومنتظمة systematic من المعرفة، كتلة منظمة ومنتظمة من المعرفة. تستخدم البحث العلمي، العلم يستخدم البحث العلمي لإضافة المزيد من المعرفة إلى حقل معين، كأن نقول حقل الاقتصاد، الطب، الهندسة والاجتماع وما شابه. مناهج البحث العلمي طبعا تساعد العلم بوسائل منتظمة لجمع البيانات والمعلومات، أي جمع الحقائق ورصد المشاهدات حسب إطار نظري منطقي من أجل تفسيرها بالشكل المناسب. يحاول الباحث بواسطة مناهج البحث العلمي أن يستكشف العلاقات البينية للحقائق من خلال التجربة والمشاهدة والتفكير المنطقي بافتراضات مقبولة. المقصود هنا بالعلاقات البينية، على سبيل المثال لدي الآن منظومة من الأفكار أنه أسعار الفائدة تؤدي إلى انخفاض الاستثمارات، وانخفاض الاستثمارات يؤدي إلى انخفاض الناتج ويؤدي إلى زيادة البطالة. هذه نسميها علاقات بينية، فالبحث العلمي يساعد في الوصول ويستكشف العلاقات البينية بين هذه المتغيرات المذكورة. نتابع الافتراضات الأساسية في مناهج البحث العلمي. أولا، تعتمد مناهج البحث العلمي على مشاهدات تجريبية. إن لم تكن تجريبية فلا بد أن تكون منطقية وموثقة. ثانيا، تنتفع مناهج البحث العلمي من المبادئ ذات الصلة بالظاهرة. تنتفع مناهج البحث العلمي من المبادئ، إذا هناك لدي ظاهرة معينة وهناك في مؤثرات أو متصلة بشيء آخر لابد أني أنا
ذات الصلة بالظاهرة أن أنتفع منها في البحث. ثالثا تلتزم مناهج البحث العلمي بالاعتبارات الموضوعية، ليس هناك مكان للعاطفة أو للجهل. الموضوعية المقصود فيها أن نحكم العقل وليس العاطفة وليس الحب ولا الكراهية وما شابه. رابعا تفترض مناهج البحث العلمي الأمانة والأخلاق والحيادية، لأن هناك كثير من الباحثين يختلقون الحقائق أو الأرقام أو البيانات، فهنا هذا البحث العلمي المنهج يفترض الأمانة والأخلاق والحيادية. خامسا لا تكون نتائج من مناهج البحث العلمي في معظم الأحيان يقينية، ليس هناك يقين في العلم، هناك احتمال والتنبؤات تكون احتمالية. ليس هناك يقين إلا الموت والبدهية، كأن نقول 5 + 5 = 10، 10 × 5 = 2، 100 ضرب 10 = 1000، وهكذا. هذه يقينية. أما في العلم والبحث العلمي فليس هناك شيء يقيني. ثالثا لابد من الإفصاح بشكل لا لبس فيه عن مناهج البحث. عندما أقوم ببحث معين يجب علي أن أشرح بالتفصيل كيف أجريت هذا البحث وكيف وصلت إلى استنتاجاتي. ثامنا تهدف مناهج البحث العلمي إلى صياغة النظريات العلمية القابلة للتعميم. الآن قمت ببحث معين أنا على ظاهرة معينة، هل هذه الآن الاستنتاجات قابلة للتعميم على ظواهر مشابهة وما شابه؟ فهنا هي من أهداف مناهج البحث العلمي. معايير البحث الجيد، أرجو الانتباه هنا، أن يحدد هدف البحث بوضوح، لماذا أقوم بهذا البحث؟ هدفه واضح. ثانيا أن تفصل عملية البحث وسيرورته، ليس هناك عشوائية وتخبط فيها، يجب أن تفصل طريقة كتابة البحث وسيرورته كيف قمت به. ثالثا أن يخطط تصميم البحث بشكل شامل، كذلك الأمر هناك تخطيط مسبق للبحث، ليس هناك عشوائي ولا تخبط ولا أفكار مسبقة. رابعا أن يطبق معايير أو تطبق، هنا يطبق طبعا الباحث يطبق معايير أخلاقية عالية، بقصة لا تدخل الكراهية ولا الحب ولا الجهل فيها. خامسا أن تذكر حدود البحث بوضوح تام، حدود البحث، هل هذا البحث فقط على الظاهرة هاي التي قمنا بها؟ هل ينطبق على بلد معين كالأردن أو على مصر أو على السعودية، ولا يمكن تعميمه على المستوى العالمي أو ربما على فئة الشباب فقط، ولا ممكن على كل البشر وهكذا. سادسا أن تلبي تحليلات البحث طبعا احتياجات صانع القرار، إذا هناك يعني صانع قرار قد يستفيد من البحث فلا بد تحليلات أن تلبي احتياجات هذا الإنسان صانع القرار. سابعا أن تكون نتائجه واضحة لا لبس فيها، يجب أن تكون نتائج ليس هناك لبس ولا غموض وما شابه. نتابع لبركة الله مظاهر البحث الجيد. انتبهوا هنا أرجوكم، أن يكون انتظامي سيستماتيك، سؤال بمعنى آخر منتظم كل الخطوات والأفكار وما شابه، أن يكون منطقي البحث والأفكار منطقية، ليس هناك عشوائي ولا عبث ولا جهل لا سمح الله، يعني قابل للإعادة، يعني البحث الذي لا يمكن إعادته ليس له قيمة، هذا يعني نأخذها مسلمة. رابعا خلاق، أن يكون قد ابتكر شيئا جديدا ما أمكنه ذلك طبعا. خامسا يوظف مناهج بحث متعددة، كأن نقول المنهج الوصفي أو الاستقرائي أو الاستنباطي وما شابه. نتابع أهداف البحث، حاجتنا إيه؟ لماذا نحتاج إلى البحث العلمي؟ أولا الاستكشاف، exploration، نريد أن نستكشف الظاهرة هذه أو شيء جديد ربما. النصف، ثانيا النصف، describe، نصف هذه الظاهرة أو مهما كان يعني الذي نبحثه. التشخيص، diagnostic، نريد أن نشخص، نعرف ماهية مكونات تبعات هذه الظاهرة. صياغة، رابعا صياغة الافتراضات، يعني يحتاج الباحث إذا كان باحثا حصيفا أن يصيغ الافتراضات المنطقية قابلة للاختبار حول الظاهرة المعينة. وخامسا وأخيرا طبعا أهداف، لماذا؟ الاستقراء والاستنباط، نريد أن نستقرأ ونستنبط من البحث كثير من الأشياء المفيدة للبشر. كيف يساعد البحث العلمي في اتخاذ القرار؟ أولا يلقي مزيدا من الضوء على المخاطر واللايقين، هناك كثير من المخاطر واللايقين أمام متخذ القرار، فالبحث العلمي
يقلل من المخاطر ويقلل من اللايقين ما أمكن طبعا إذا كان البحث عميقا وأجري بطريقة يعني دقيقة. ثانيا يعرف مسارات وبدائل أخرى، إذا كان الآن فلان يقوم ببحث علمي حول مثلا سوق جديد، فلا بد الآن لهذا الباحث أن يضع البدائل المختلفة أمام صاحب القرار. ثالثا يساعد على إدارة اقتصادية الموارد المتاحة، يعني الآن لدينا على سبيل المثال 50 شخصا في المنشأة هذه وآلات معينة ومواد خام، فالبحث العلمي يساعد على إدارة اقتصادية للموارد المتاحة في المنشأة، كيف كم عدد العمال الذين نحتاجهم، كم ساعات عملهم، كم أجورهم ورواتبهم وهكذا. رابعا يساعد في التعرف على المشاريع الممكنة، هناك يعني مشاريع ممكنة يمكن أن تطرأ على فكر الباحث ويضعها أمام صاحب القرار، تكون قد تكون ترى المشاريع هذه مزيد من مشاريع البحث، مزيد من البحث حتى نصل إلى القرار الأصوب والأسلم. كيف يساعد البحث العلمي في اتخاذ القرار؟ خامسا يساعد في حل مسائل تسعير البضائع في قطاع الأعمال في المنشآت، يساعد في حل مشاكل تخصيص الموارد، الآن عندي الأرض، العمالة، رأس المال الحقيقي، القدرات التنظيمية، الوقت وما شابه، كيف نخصص كل هذه الموارد في عمليات الإنتاج. سابعا يساعد في اتخاذ القرار في موضوعات الموارد البشرية، يعني هذولا متلازمات، تخصيص موارد، موارد بشرية. ثانيا يساعد في قضايا العمليات الأوبريشنز لقطاع الأعمال والصناعة. تاسعا يساعد في بناء سياسات اقتصادية سليمة، عندما تقوم الحكومة بتبني سياسة معينة نقدية أو مالية أو تجارية، فهذه السياسات يجب أن تكون مبنية على بحث علمي دقيق ما أمكنه، مبنية على العلم والمعرفة هذه السياسات. عاشرا يساعد علماء الاجتماع في دراسة العلاقات الاجتماعية والإجابة على الكثير من الأسئلة، ويساعد العلماء بشكل عام في اختبار نظرياتهم. حادي عشر يساعد الطلبة في صياغة أفكارهم العلمية وكتابتها بلغة علمية. ثاني عشر له آثار اقتصادية، هناك باحثون متخصصون من أجل المال فقط لا غير، وهو مصدر للدخل. ثالث عشر يؤدي إلى صناعة أفكار جديدة للعلماء والمفكرين والفلاسفة، هذا البحث العلمي لاحظوه الآن. مشاكل البحث العلمي الآن قد يختلف مع العلم، يعني قد يكون هناك تناقض بين ما توصلنا إليه في بحث ما والعلم المعروف لدينا، أو أن تتعارض نتائجه مع العلم ونظريات نظريات العلم طبعا نظرياته طبعا العلم هنا في بعض الحقول. عدم القدرة على ضبط المتغيرات المستخدمة، كأن نقول مثلا نريد أن نعرف أثر سعر الفائدة على الاستثمار أو مستوى الأجور على مستوى العمالة والتوظيف والتشغيل، فهنا لا أستطيع ضبط المتغيرات كما ينبغي. وجود نزعة بشرية، هناك نزعة بشرية في صياغة البحث والأفكار، يعني في تحيز ثقافي من قبل الباحث، لهذا السبب يجب أن يتحلى الباحث بأخلاق عالية حتى تكون صياغته موضوعية عقلية بعيدة عن العاطفة وبعيدة عن النزعة الثقافية. رابعا يستغرق الجهد والمال، هاي مشاكل البحث العلمي يحتاج إلى جهد ومال وموارد. خامسا عدم القدرة على رقمنة البيانات، هناك بيانات لا أستطيع، يعني هوى الناس على سبيل المثال رغبتهم أو رغبة الإدارة أو عقليتها أو نفسيتها، في بعض الأحيان هذه متغيرات مهمة لكن لا أستطيع أن أرقمنها في بعض الأحيان، خاصة البيانات النوعية المقصود هنا الكواليتيتيف. ثالثا افتقار الباحثين في بعض الأحيان إلى معرفة عميقة بالبحث وأصوله، هذا مهم جدا. سابعا ضعف التنسيق مع مجتمع الأعمال والصناعي، إذا كنا الآن نقوم ببحث له علاقة بالصناعة والتجارة ونطور وتطوير الاقتصاد، فهناك ضعف تنسيق مع مجتمع الأعمال والصناعة، لا يعني قطاع الأعمال والصناعة لا يزود الباحثين بالمعلومات المناسبة في بعض الأحيان. ثامنا ضعف الثقة بالبحث العلمي، ليس هناك في بعض المجتمعات خاصة المجتمعات العربية مع الأسف الشديد الثقة بالبحث العلمي قليلة جدا، الثقة بأصحاب العقول قليلة نتيجة للثقافة السائدة مع الأسف. تاسع اللايقين في البعد الأخلاقي، هنا مهم جدا اللايقين، يعني لا نستطيع أن نتيقن من البعد الأخلاقي المترتب على البحث العلمي والبحث نفسه.
10 مشاكل إمداد اللوجيستيك بنسميها وحاجات الباحثين، هاي مهم جدا إنه يكون مشكلة من مشاكل البحث، مشاكل إمداد لوجيستيك، يعني يحتاجوا إلى موارد وما شابه، وحاجات الباحثين، ما هو الحد الأدنى من الفكر الذي ينبغي على الباحث أن يمتلكه. 11 مشاكل في مصادر المعلومات، مصادر المعلومات، لأن المعلومات هي أصلا أساس البحث العلمي، هي غذاء البحث العلمي، هي المادة الخام للبحث العلمي. 12 جهل الباحث بالبيئة المحيطة، كثير من الباحثين يكونوا جاهلين بالبيئة المحيطة وجهل المبحوثين بما هو مطلوب، لأنه الآن لنفترض أن أقوم ببحث عن مجموعة من الأشخاص لا يعرفوا لماذا أقوم ببحث، وبالتالي ربما يكونوا يزودون بمعلومات خاطئة. 13 البحث من أجل المفاخرة، هذا أسوأ أنواع البحث، وهو البحث من أجل أن نقول عن أنفسنا أننا باحثين، هذه مفاخرة لا مكان لها في البحث العلمي. دور البحث العلمي في صناعة القرار مهم جدا، يعرف صانع القرار بأن عملية استخدام أو بأنه عملية استخدام أفضل البدائل المتاحة، ينحصر اهتمام رئيس الإدارة في اتخاذ القرارات وتنفيذها، تعتمد القرارات على المعرفة والدراسات العميقة، مهم جدا أحبتي. رابعا يساعد البحث العلمي في تسريع الوصول إلى القرار الأسلم الأصوب والأصح، الآن دور البحث العلمي في صناعة القرار. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي، وإن شاء الله الدرس الثاني قريبا جدا عن نكمل يعني عن مناهج البحث العلمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.